هناك مثل يقول لا يصبح الفصل ربيعاً بتفتح وردة واحدة، ومعنى ذلك أن الأمر الحسن ينبغي أن يتكاثر حتى يترك أثره المطلوب، فمن دون تراكم الأمور الصالحة لا يحدث التحول النافع. فجودة العمل مطلوب بلا شك، ولكن كثرته أيضاً شرط لتحقيق النتائج العالية. ولهذا فإن الخطيب لا يكون خطيباً مؤثراً إذا صعد المنبر لمرة أو مرتين، ولا المؤلف يكون مشهوراً بطباعة كتاب أو كتابين، ولا يصبح الشاعر شاعراً بتنظيم قصيدتين أو ثلاث. فلا بد أن نؤكد على أن من لا يتفرغ للشيء فلا يكون متخصصاً فيه، ومن لا يعطي من نفسه الكثير لا يحصل الكثير، فأكثر من زراعة الورد لتحصل على حديقة جميلة.